الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وبيدك الخير كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، فيعني بدون مقدمات، النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى هنبدأ مرحلة جديدة في هذا الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى. النهاردة هنبدأ مشروع في غاية الأثر في تربية كل واحد مننا وكل واحدة مننا. أنا عايزك تركز معايا بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن إن ربنا فتح علينا في هذا الأمر هتبقى نقلة بالنسبة لنا. النهاردة هنبدأ مشروع تفسير صورة من صور كتاب الله سبحانه وتعالى، صورة من صور القرآن. يمكن يا جماعة تكون دي أول مرة نعملها في درس الجمعة، إن احنا نمسك صورة تبقى 7-8 صفحات ونبدأ نتدارسها وعلى مدى 4-5 مرات نخلصها، وكل مرة هيبقى الكلام بيتفرغ ويبقى موجود بإذن الله، وفي النهاية هنعمل مسابقة في هذه الصورة بإذن الله سبحانه وتعالى، وهتبقى الجائزة الأولى إيه؟ الجائزة الأولى إيه؟ عمره باذن الله سبحانه وتعالى، وهتبقى الجائزه الاولى باذن الله سبحانه وتعالى عمره، والله يضاعف لمن يشاء بقى، يعني الله اعلم لسه فتح ربنا ايه. هنبدا يا جماعه مع الصوره اللي ملك من ملوك الكفر حينما سمع بعضا من اياتها اسلم ودان بالاسلام، مع الصوره اللي كانت سبب في اسلام النجاشي الملك النصراني الذي اسلم حينما سمعها، مع الصوره التي حاج بها المهاجرون الى الله الى الحبشه، حج بها عمرو بن العاص والنجاشي وكان سببا في اسلام النجاشي، مع الصورة التي انزلها الله قبل هجرة الحبشة كتمهيد عشان يربي المؤمنين على معنى التضحية، على معنى البذل، على ان في ناس ممكن تسيب كل حاجة عشان ربنا، مع صورة مريم باذن الله سبحانه وتعالى. عايزين كل واحد منكم يمسك المصحف بتاعه بقى، كل واحد يطلع مصحف الجيب بتاعه، شوف هو في جيبك اليمين ولا في جيبك الشمال ولا في جيب القميص ولا ايه بالظبط. مصحف الجيب بتاعك فين ياض؟ المصحف فين ياض؟ قال لا، وكمان مش عايزين تتكحرطوا وتقوموا تجيبوا مصاحف، يعني لا معاكم مصاحف ولا متكحرطين كمان. يلا سيدي، يلا اخواتنا تحت بقى، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم، كل واحده تقوم تفز كده تجيب لها مصحف. ها يلا كمان، ما شاء الله كتاب الله، اجمل منظر نفسي اصوره دلوقتي، اللي لا معاهم مصحف ولا قايمين يجيبوا مصحف وقاعدين يبصوا ويبتسموا، مش عارف بيبتسموا ليه، يعني مش عارف سر الابتسامه دي وراها ايه. جميل جدا جدا، بنتقدم اهو، الله اكبر، الايدي تمتلئ بالمصاحف، المنظر الرائع اللي ان شاء الله الفتح هيجي للأمة لما يحصل منظر فتحة المصحف، يوم ما نمسك المصحف ونفتحه بقلوبنا المنظر ده معناه فتح في الواقع بإذن الله سبحانه وتعالى. هو ده المنظر اللي احنا ان شاء الله بإذن الله نستبشر به في البداية، وهو ده المنظر اللي يوم ما يحصل في بيوت كل واحد مننا وكل واحدة مننا لما يروح يفتح المصحف ويعيش مع كتاب الله. فتحة المصحف معناها فتح على قلبك، معناها فتح أبواب السماء لك بعد الموت، معناها فتح ابواب الجنة، معناها فتح قلوب الناس في الواقع لنا باذن الله سبحانه وتعالى. يلا يا اخواننا بقى 5 جد كده ان شاء الله باذن الله هنبدأ قافلة في وقفات مع صورة مريم باذن الله سبحانه وتعالى. الخطة المبدئية ان احنا هناخد تفسير الصورة في 5 مرات بإذن الله سبحانه وتعالى. هناخد النهاردة مقدمة بإذن الله، المرة الجاية هناخد قصة زكريا ويحيى بإذن الله، المرة اللي بعدها إن شاء الله هناخد قصة مريم وعيسى بإذن الله، المرة اللي بعدها هندخل في قصة إبراهيم، وسنقف بعدها وقفة أليمة دامية مع قول الله سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. هنقف مع حملة كبيرة بإذن الله سبحانه وتعالى ساعة ما تيجي هقول لكم عليها، ثم سنستأنف الحرب الشاملة على جميع أنواع الباطل، طلقات الرشاش القرآني على جميع نوعيات الباطل في النص الثاني من الصورة، الحرب التي لم تظهر نوعا من أنواع الباطل على الأرض ولا جنديا من جنود إبليس في الأرض، الحرب الشاملة في النصف الثاني. النصف الثاني فتح النيران على النصارى وعلى المشركين وعلى الملحدين وعلى العلمانيين وعلى الفاسدين وعلى الفاجرين، جميع محاور الصراع، لأن النص الأول بيكون بطل، النص الأول كله في المحاور
محاريب بيخليك بطل، بيخليك بطلة. لو احنا عشنا بقلوبنا مع صورة مريم يا جماعة هتغير حياتنا تغيير شامل وكامل. من الوقت بإذن الله هنحاول ان احنا يبقى لينا منهج، هنحاول ان احنا كل كذا اسبوع يبقى معنا صورة خلصناها وحفظناها وفهمناها وصلينا بها قيام ليل. بعد كده ان شاء الله بإذن الله نقوم داخلين على حملة شبابية، ننزل الواقع بعد ما اتشحنا، بعد كده نرجع تاني بقى ندخل المحراب تاني مع صورة او مع تلت او اربع اسماء من الاسماء الحسنى. بعد كده بإذن الله نقوم نازلين حملة شبابية تاني، بعد كده نرجع تاني مع صورة، وهكذا يا اخواني نتربى بحق وحقيقي، نتعلم بحق وحقيقي. وعشان الموضوع يبقى علم بحق وحقيقي الكلام ده هيتفرق، هيتكتب، هتشتروه بإذن الله بتمن التكلفة طبعا، هتمتحنوا فيه بإذن الله سبحانه وتعالى بجانب تفسير ابن كثير طبعا في سورة مريم، هتقروا فيه إن شاء الله بإذن الله هيتعمل تحفيظ فيه كمان، وفي النهاية هنعمل امتحان ويكون الجائزة الأولى عمرة بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنا بسعى كمان إن يبقى فيه عمرة أخرى عشان كأن يبقى مثلا عمرة للرجال وعمرة للنساء، أو دايما الأوائل بيبقوا ستات فلازم نحمي حظ الرجالة ونضمن ان في واحده للرجاله واحده للستات، عشان يا جماعه عشان يعني الا بقى ان خلاص وقف حظنا عند هذا. اخواني واحبابي في الله استعدوا للانطلاق، هنبدا الان مع سوره مريم. احد اخواني واحبابي كان الدكتور كتب له صنف اصناف من الادويه، فمن ضمن اصناف الادويه سبحان الله الحركه دي حصلت معايا، بس كان في دواء اغلى كمان، فكان في دواء كحه ب 50 جنيه، فالاخ بيقول ان دواء كحه 50 جنيه مش 3 جنيه ولا 4 جنيه، فبيقول كل شويه يطلع الورقه بتاعت البامفلت بتاعت الدواء ويقرا فيها قبل الدواء بربع ساعه، عايز يتجهز لمراسم اخذ الدواء بتاع الكحه اللي ب 50 جنيه، فبيقول لك هو ده القران. القرآن هو الحاجة الغالية اللي شد قلبك. لو انت عرفت قيمة فتحة المصحف ده الوقت، لو انت عرفت فرح الله بالجامعة فوق وتحت وهم فتحين كتاب الله، مستشرفين ان هم يفهموه، مستشرفين ان هم يوصلوا ربنا من خلال فهم القرآن، يا جماعة ان شاء الله بإذن الله فتحة المصحف تبقى فتح. المرة اللي فاتت قلت لكم بدأنا بالايه، درس المرة اللي فاتت كان ايه، ها؟ هل صليت على النبي اليوم عليه الصلاة والسلام؟ وقلت لكم احنا عايزين ربنا يفتح علينا، فهنبدأ بالصلاة على النبي. المرة التانية احنا بنفتح المصحف، وهذا فتح من الله سبحانه وتعالى. سورة مريم يا اخواني في الله، امتى نزلت سورة مريم؟ ركزوا معايا الوقت بقى، لان الوقت قليل والمعلومات اللي مطلوبة كتير، ودي مقدمة واحنا ماشيين لنا حيز معاه مش هنقدر نتعداه. يعني ما ينفعش مثلا اقوم واخد 15 درس في سورة مريم. احنا الوقتي عاملين زي بالظبط كده شركة سياحة عايزة تقول للناس سافروا تركيا، هل بتقوم مصورة للناس شارع شارع وحارة حارة من تركيا، ولا بتصور بس في 10 دقايق اقوى لقطات في تركيا وتعرضها؟ بتعمل ايه؟ بتصور حاجات معينة، وبعد كده انت لما بتسافر تركيا بتنبهر بقى بشارع شارع وبانواع الاكل وبالناس وبتقابل واحد واحد. وكذلك يا اخواني احنا الوقت بنعمل ايه في الصورة؟ احنا بنلتقط اهم معاني تسقط على الواقع بتاعنا، وبعد كده انت بقى لما هترتبط بالقرآن هتعيش مع كلمة كلمة، هتعيش مع آية آية، لعل حد مننا يبقى زي ابو سليمان الدهراني الذي كان يقوم الليل كل 5 ليالي بآية. الآية في 5 ليالي يعني سورة الزلزال يقعد فيها شهر كامل عشان يقوم الليل بسورة الزلزال. سورة مريم نازلة امتى؟ سورة مريم يا جماعة نازلة قبل سورة طه. سورة طه ديت اللي اولها عمر بن الخطاب اسلم بسببها، لما سمع فوتح طه اسلم بسببها. يبقى وعمر الخطاب اسلم مع بداية هجرة الحبشة، لما تأثر بتضحية المسلمين اللي سابوا اوطانهم اتهز قلبه، وده كان من سبب اسلامه. في ناس كتير قوي بتتأثر بمشهد التضحية، لو الملتزمين ضحوا، لو الملتزمات ضحوا عشان الدعوة، لو شافونا بنضحي بعمرنا عشان الدعوة الى الله، ناس كتير قوي في العالم هتتهز وهتضم الى الملتزمين. منظرك وانت موقف 5 شباب في الشارع بتكلمهم عن ربنا، وده بيضحك وده مسقع ودانه، بيخلي 100 شاب راكبين في المواصلات وشايفين المنظر ده قلبه يتهز ويشتغل في الدعوة. ليه؟ هو منظر التضحية بيهز القلب، منظر ان انا ضحيت بكرامتي وباعتباري عشان الله يذكر. سيدنا عمر بن الخطاب اسلم بسبب فواتح طه. يبقى اذا سورة مريم نازلة قبل هجرة الحبشة، يبقى اذا سورة مريم نازلة في اخر المرحلة الجهرية، يبقى اذا سورة مريم نازلة بعد ما سمية اتقتلت، بعد ما الصحابة اتعذبوا اشد التعذيب.
سورة مريم نازلة تمهيد لهجرة الحبشة، بتقول للصحابة شوفوا مريم اللي انتبذت من اهلها، اللي سابت الدنيا عشان ربنا، شوفوا ابراهيم اللي قال واعتزلكم وما تدعون من دون الله، اللي ساب الدنيا عشان ربنا، عشان لما هيتقال لهم سيبوا الدنيا عشان ربنا روحوا وسط افريقيا وسط اثيوبيا عشان تعبدوا ربنا هناك، ما يقولوش لا، يقولوا سمعنا واطعنا. يبقى سورة مريم نازلة في هذا الوقت العصيب، كان متوقع في الوقت اللي بيتقتل فيه صحابة زي سمية، كان متوقع في الوقت اللي حرمات الصحابة بتستباح فيه، كان متوقع في الوقت اللي الصحابة بيتجلدوا فيه، الوقت اللي خباب بيتكوب النار فيه، الوقت اللي بلال بيتربط رجليه في الفرس في حر الصحراء ويتسلخ جلده والفرس بيجرجره وبيجري في الصحراء فيه، في الوقت اللي الصحابة كانوا بيعذبوا فيه، كان متوقع صورة تنزل بتتكلم عن الاصطدام بأهل الباطل. نفاجأ ان الصورة كلها كلام عن العبادة، كلها صوامع وعبادة، كلها كلام عن الدعوة الى الله، كلها كلام عن التربية وثمرة التربية، كلها كلام عن دعوة عن جهد على النساء، كلها كلام عن الدعوة الأسرية وبناء الأسرة المسلمة، كلها كلام يعني ايه؟ اوعوا تستفزوا يا جماعة، كأن سورة مريم رسالة لينا، اوعوا تكفروا بمنهجكم ساعة ما الواقع يضغط عليكم، اوعوا لما تلاقوا أهل الباطل توحشوا ضد أهل الحق، تخرجوا عن خط السير بتاعكم في الدعوة والتربية والتواصل وكلمة الحق في وجه الظالمين، اوعوا تكفروا بمنهجكم، اوعوا تلجأهم لحلول اصطدامية بدل ما تقدم الدعوة تأخر الدعوة لورا سنين. يبقى اذا احنا محتاجين الصورة دي يا جماعة، محتاجين الصورة اللي نازلة في نفس الواقع اللي احنا عايشينه النهاردة، محتاجين الصورة اللي بتتكلم عن اخطر بقعة على وجه الارض شهدت احداث سياسية دامية، القدس. القدس سنة صفر ميلاديا بتتكلم في الفترة اللي كان الرومان محتلين فيها اربع اخماس الكرة الارضية، في الفترة اللي كانت الاوثان في كل مكان، في الفترة اللي اليهود واهل فلسطين فجروا اشد الفجور، في الفترة اللي سيدنا عيسى كان بيصرخ في شوارع القدس يا اورشليم يا قاتلة الانبياء وراجمة المرسلين، في الفترة اللي الناس بعدت عن الدين بعد لا يتصور. الصورة نازلة جايبة انبياء، الرابط ما بين قصص الانبياء دي كلها ان كل دول اتعرضوا للقتل، الرابط ما بين قصص الانبياء دي كلها ان كل الانبياء دول عاشوا في واقع سياسي رهيب، وعاشوا في واقع اجتماعي محتدم، وعاشوا في واقع شهوات قاتلة. عشان يا اخواني واخواتي لما يجي النهاردة واحد يهق على الفيسبوك وينكر ويتنكر لمنهج الدعوة الى الله، يروح الاول يشوف الانبياء عملوا ايه لما عاشوا في نفس الواقع. احنا ما بنرسمش خط سير نصرة الدين بدماغنا، احنا بنتلقى من القرآن وبنفهم من القرآن وبنمشي بناء على هدي القرآن. هنشوف الوقت سيدنا عيسى لما شاف زكريا نشر بالمنشار، لما شاف يحيى ذبح من اجل راقصة فاجرة، تعرفين يعني ايه انبياء عاشوا في واقع نبي يتذبح عشان راقصة في شارع الهرم، راقصة في شارع الهرم. تخيل مثلا، يعني مش هقول لك نبي واحد زي الشيخ الشعراوي، تخيل لو ذبح من اجل راقصة في 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 ملهى ليلي، المجتمع يعمل ايه الوقت ايه؟ تخيل بقى المجتمع وقتها اللي نبي اتذبح عشان سلوم العاهرة وما حدش من المجتمع اتحرك، تخيلوا الفساد كان وصل لدرجة ايه؟ تخيلوا، ما تقوليش بقى مواقع اباحية، وما تقوليش بنات متبرجات ماشيين بستريتش، استريتش مين يا ابني؟ ده انا بقول لك نبي اتذبح عشان عاهرة والمجتمع ساكت، ده انا بقول لك نبي حكم عليه بالاعدام حرقا سيدنا ابراهيم والمجتمع ساكت، نبي حكم عليه بالاعدام صلبا سيدنا عيسى والمجتمع ساكت. يعني شوف، نبي اعدام صلب، نبي اعدام حرق، يعني الغل اللي في اهل الباطل على اهل الحق شكله ايه ودرجته ايه في الواقع ده. هنشوف البطولات بتاعت الانبياء دول في الواقع ده، هنشوف في الصورة دي الانبياء عملوا ايه، هنشوف في الصورة دي المنهج ايه، هنشوف في واقع لا يقل سوءا بل يزيد عن الواقع اللي احنا عايشين فيه. الانبياء كافحوا قد ايه، الانبياء نزلوا وصرخوا بين ظهراني الناس بدعوة الى الله لحد ما ايقظوا القلوب الصم، لحد ما ايقظوا القلوب الغافلة قد ايه. هنشوف مع بعض يا جماعة المنهج، ونواجه نفسنا بمنهجنا، ونبدأ نقيس على نفسنا احنا على الطريق ولا مش على الطريق. عايزين يا شباب تبقوا مع دول في الجنة، لازم
تمشوا على الطريق اللي مشوا فيه. عايزة تبقي مع مريم اللي الصورة تسمت باسمها في الجنة، لازم تبقي ماشية على الطريق اللي هي ماشية عليه. هناخد قدوات في الزمن اللي القدوات بتاعت الناس، المغني والممثل ولاعيب الكورة والعلماني والملحد والفاجر، هناخد القدوات الحقيقية، هناخد القواد الحقيقيين للمسيرة بتاعتنا إلى يوم القيامة. يبقى إذا ده وقت النزول. سورة مريم بتقول إيه؟ أول حاجة في سورة مريم يا إخواني في الله، يعني سورة مريم عاملة زي إيه؟ أنتوا عارفين بالظبط كده لما أقول لك مثلا إيه؟ ده اللي عرف يوصل لراجل الأعمال الفلاني إداله عربية وإداله شقة وإداله فيلا وعينه ب15,000 جنيه في الشهر وأوا. فأنت لما تسمع الكلام ده طب أوصله إزاي؟ أهو بالظبط كده سورة مريم بيتقول لك اللي وصلوا لربنا، ربنا عمل لهم إيه؟ اللي نالوا حب ربنا، ربنا إدالهم إيه؟ ماذا لو أحبك الله؟ ماذا لو أحبك الله؟ سورة مريم بتتكلم عن علاقة باهرة، عن علاقة مذهلة ما بين العبد وما بين ربه. أعظم غفلة في الدنيا إن يبقى في عباد قاعدين الوقت بيتنزل عليهم عطاءات باهرة، عطاءات باهرة، وهم في هذا الوقت في بتتنزل العطاءات الباهرة ديت، في ناس زينا قاعدين غافلين مش فاهمين حاجة. جاي من خطبة الجمعة النهاردة وانا في الطريق كده فجعانين، انا والاخ اللي سايق بيا جعانين، يعني فاطرين بعد الفجر بقى جمبريايا تقريبا كده، حاجة كده يعني خفيفة كده، وايه ويعني كنا مع بعض يعني. المهم راجعين هنموت من الجوع في الطريق، فرفعت ايدي واحنا في السفر قلت اللهم ارزقنا يا خير الرازقين. المهم العصر كده ربنا رتب لنا امر، وانا راجع لقيت العربية ورا، شنطة العربية والكنبة الخلفية مليانة اكياس وجبات اكل. فبقول له ايه ده؟ قال لي كل اللي على الكنبة بتاعك وكل اللي في الشنطة بتاعي. قلت له الكلام ده جه منين؟ انت عملت ايه؟ قال لي مش قلنا اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، ربنا رزقنا يا اخي. فسبحان الله، طبعا الموضوع يعني مش حاجات عجوبه الحاجه، الموضوع يعني في قصه بسيطه، ولكن فعلا انا تعجبت والله يا جماعه، قلت يا نهار ابيض هو الدعاء مستجاب دلوقتي؟ ارفع ايدك يا عم ندعي ربنا. يا ماذا لو احبك الله، ماذا لو احبك الله سبحانه وتعالى، لو ربنا حبك. انا عايزكم دلوقتي بقى من ذاكركم في سوره مريم، انا عايزكم الوقت رجال ورساء وشباب وبنات على النت وفي المسجد، انا عايزكم الوقت تقولولي ايه الالفاظ العظيمة اللي وصف بها الله حينما يحب في سورة مريم. عبد من العبيد، ها ايه الالفاظ؟ ها اول حاجة الحنان، وحنانا من لدنا. تاني حاجة ها الرحمة، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. تالت حاجة يلا بسرعة الود، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الود. رابع حاجة الحفاوة، انه كان بي حفيا. رابع حاجة الوهب، هب لي من لدنك وليا. تخيلوا يا جماعة لو ربنا حبك، لو دقت بقى حنان الله وحب الله ورحمة الله وود الله وحفاوة الله. عارفين يعني ايه حفاوة الله؟ الامام القرطبي في كتاب الاسماء الحسنى بتاعه وضع من اسماء الله الحسنى الحفي. قال لك يعني ايه الحفي؟ قال لك زي ما جيلك البيت تستقبلني بحفاوة، اكل وشرب وزيارة وهدايا وطبيخ وفواكه وعصير وحلويات وحاجة ساعة. حفاوة، كل ما هتقبلي على الله ربنا يستقبلك بحفاوة. الحفاوة مش بس للفاسد اللي جاي يلتزم، الحفاوة مقامات الإيمان لا حدود لها. كل ما همتك هتعلى عشان تترقى في مقامات الإيمان، كل ما هتشوف حفاوة ربنا بيك، كل ما همتك هتعلى عشان أنا عايز أوصل لك يا رب. انا يا رب انا مش قانع بالمستوى الايماني اللي انا فيه، انا يا رب عايز قلبي يترقى في الايمان اكتر، انا عايز مقامات يقين اكتر، انا عايز يا رب تبقى سمعي الذي اسمع به، انا عايز يا رب تبقى قلبي الذي اعقل به، انا عايز يا رب تبقى لساني الذي اتكلم به، انا عايز يا رب تبقى يدي التي ابطش بها، انا عايز يا رب تبقى رجلي التي امشي بها، انا عايز يا رب تسدد خطواتي، انا عايز معيتك يا الله، انا عايز نفسي تزكو.
طول ما الإنسان مجاهد من أجل الوصول إلى الله. للأسف الأخ اللي بيدرس كتاب فقه وكتاب عقيدة بيعتبر إن حظه من المجاهدة انتهى بقى شيخ. الأخ اللي طلع منبر وده خطبتين حلوين بيعتبر نفسه خلاص لما يقفل عليه باب بيته يقعد يلعب ويقعد يهق جوه بيته ليه بقى شيخ. الأخ اللي بقى داعية من الدعاة خلاص نسي إنه يجري على دينه، نسي إنه يجري في طلب العلم، نسي إنه يجري من أجل إصلاح قلبه ليه بقى شيخ. اوعى في يوم من الايام تبقى شيخ، اوعى في يوم من الايام تمرض، اوعى في يوم من الايام تظن انك انت كبرت على المجاهدة. طول ما انت بتجاهد عشان ربنا، طول ما هتشوف حفاوة الله. والله لو الشباب اللي على القهاوي والشباب اللي في النوادي عرفوا يعني ايه انه كان بحفية لجوم المسجد زحف زحف على وشهم. لو الناس عرفت يعني انه كان بحفية، لو الناس عرفت يعني حنان الله، حنان الله يعني لو خسرت حنان ربنا انت مش خسرت ان الجمعية بتوزع زيت بالمجاني وانت مش عارف، مش خسرت ان المحافظة عاملة قرعة على شقق في مساكن شعبية وانت مش عارف، انت خسرت اكبر حب في الوجود واعظم غنى في الوجود واكبر قدرة في الوجود واعظم حنان في الوجود. حنان الله، القرآن كله حنان، افعال الله بينا كلها حنان، الله سبحانه وتعالى الحنان سبحانه وتعالى. تخيل انت صورة وصفت ربنا بالحنان وبالود وبالحفاوة وبالرحمة وبالوهم. يبقى اول حاجة في سورة مريم ماذا لو احبك الله، ماذا لو احبك الله، صورة بتلهي في قلبك على علاقة الحب اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة التانية في سورة مريم، عارفين سورة مريم عاملة زي يا جماعة، عارفين لو انت في عربيتك 5 لتر بنزين بس، 5 لتر ده يعني اللمبة الصفرة نورت صح ولا ايه؟ مفروض كده ان اللمبة الصفرة نورت لو 5 لتر، 5 لتر، ومطلوب انك تسافر لحد امريكا بالعربية، ينفع بال5 لتر تروح امريكا؟ مينفعش. اهو ده حالي وحالك بالظبط. انت يا ابني غلبان، انت عامل زي ال5 لتر دول، دول كمية الطاقة اللي جواك الحقيقية، لا تقدر. انت يا ابني غلبان يا ابني، انت نقطة دم تتجمد في جسمك، لا عين تتشل، يا ذاكرة تفقد، يا رجل تتشل، يا نص جسمي يتشل، يا سمع يروح ولا يعوذ بالله. يا ابني انت غلبان، ده انت بتتقلب على السرير 18 مرة وانت نايم، لو ربنا سبك مرة هتقع على وشك هيتكسر عظمك فيها. يا ابني انت غلبان وعايز تروح امريكا، المطلوب منك كبير جدا رغم انك ضعيف، مطلوب منك بر والدين، مطلوب منك صلة رحم، مطلوب منك بر جيران، مطلوب منك قيام ليل، مطلوب منك صيام نهار، مطلوب منك عبادة ودعوة وطلب علم، مطلوب منك تلاوة قرآن، مطلوب منك تحافظ على اورادك، مطلوب منك حسن خلق، مطلوب منك سعي على رزقك، مطلوب منك اصلاح قلبك، مطلوب منك تزكية نفسك، مطلوب منك تجديد التوبة من ذنبك. طب انا طاقتي ضعيفة اعمل كل ده ازاي؟ اهو ده مدد الله سبحانه وتعالى، اهو ده بقى عشان تعرف ان بدون مدد الله مش هتقدر تعمل حاجة. زي الاخت ما بتتجوز جوزها طالب طلبات وهي حامل وعيل على ايديها وعيل قاعد يعيط جوه والدنيا اتكربست عليها ووالدتها زعلانة انها ما بتفوتش عليها وصحباتها مقفولين انها ما بتردش عليهم ومش عارفة تيجي درس ولا عارفة تحفظ قرآن ولا عارفة تعمل حاجة، الدنيا متكربسة عليها. الحل مددك يا الله، الحل مدد الله. يعني ايه مدد الله؟ يعني خالد ابن الوليد لما في غزوة مؤتة مسك 9 سيوف اتكسروا في ايده وايده ما اتكسرتش، جاب القوة دي منين؟ هو ده مدد الله. علي بن ابي طالب في خيبر لما مسك باب الحصن بايديه وعمله درع، جاب القوة دي منين؟ حد يقدر يمسك باب الجماعة الشرعية ده ويعمله درع ويحارب بيه؟ مدد الله. سيدنا محمد لما قعد 3 ايام في رمضان مواصل الصيام، يعني يشرب بق مية المغرب ويكمل لتاني يوم المغرب من غير طعام ولا شراب 3 ايام وقعد يصلي طول الليل ويمارس مهام العبادة والدعوة طول الليل والنهار، جاب القوة دي من مدد الله. سيدنا موسى لما قعد 40 يوم على جبل الطور بلا طعام ولا شراب، ازاي؟ مدد الله. سيدنا يونس لما قعد 3 ايام في بطن الحوت يصلي ويسبح ويستغيث بالله بلا طعام ولا شراب في هذا المكان الموحش، جاب القوة دي منين؟ مدد الله. سيدنا جبريل لما شال 7 كور على جناح واحد وخسف بهم الارض، جاب القوة دي منين؟ مدد الله. مدد الله يا اخوانا هو ده
النقطة الثانية في الخيوط بتاعت سورة مريم، ماذا لو تولاك الله؟ ماذا لو تولاك الله؟ قضية ولاية ربنا، عطاءات ربنا للصالحين. السورة مليانة عطاءات، عشان كده سبحان الله الواحد بيحب أوي سورة مريم، سورة الأنبياء، وسورة الصفات. الثلاث سور دول طول عمر الواحد من هو طالب بيدوا للواحد أمل في الحياة، لأن كلهم كمية عطاءات مهولة من الله مقابل العبادة. عطاءات مهولة من الله. طب حد يقدر يقول العطاءات اللي في سورة مريم كده؟ ها يلا بسرعة، مسابقة تانية اهو، طلعوا العطاءات اللي في سورة مريم. طلعوا برضو، انه كان بحفية، ماشي، وايه كمان؟ ها يلا، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ها هو علي هين، يا زكريا انا نبشرك بغلام واتيناه الحكم صبية، ها فكلي واشربي وقري عينا، ها يلا رجالة، وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا قربناه نجية أولئك الذين أنعم الله عليهم، إيه كمان؟ سيجعل لهم الرحمن ودا، إيه كمان؟ السورة كلها، السورة أولها بشرة وآخرها بشرة، أولها ها يا زكريا إن إيه؟ إن إيه؟ نبشرك، وآخرة فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المؤمنين. السورة بدايتها بشرة ونهايتها بشرة. السورة بتقول لك افرح، السورة بتقول لك الطريق ده جميل، السورة بتقول لك طول ما انت في ولاية ربنا افرح وابشر واقبل على الله. سورة بتبهرنا بالعلاقة الرهيبة التي بين الله وبين أوليائه. ماذا لو تولاك الله؟ عايزين ننقل بسرعة يا جماعة الخيوط، لان الخيوط كتير قوي، خيوط التمهيدية التعريفية بالصورة. الحاجة التالتة في سورة مريم يا جماعة، سورة مريم عرض مذهل. يعني على سبيل المثال الوقتي كل الناس بترزق ولا ما بترزقش؟ ترزق، ولكن ده بيرزق في شكل مرتب، وده دكتور جاله كشف، وده مهندس جاله مصلحة، وده واحد جاله شغلانة، فكل الرزق بأسباب. فالناس من كتر ما الرزق كله بأسباب، في حجاب أسباب، فالناس قال بقى تعلق بالأسباب ونسيت الفعل الحقيقي وهو الله. فأحيانا ربنا بيكسر السنن ليذكر الناس بالفاعل الحقيقي وهو الله. سورة مريم بقى رفعت حجاب الأسباب، سورة مريم عطاءات بلا أسباب، سورة مريم تهتكت الحجب، عرض مذهل لواحد عنده 90 سنة وبيرزق ولد، عرض مذهل لواحدة بترزق ولد بلا زوج وهي بتأوي إلى النخلة، ربنا وراها نفس الآية اللي حصلت معاها، أوت إلى جذع نخلة ميت، ربنا قال لها هزيه، طب يا رب ده جذع نخلة ميت، في لحظة أثمر وطلعت الرطب وتسقطت عليها الرطب بدون ما يؤبر النخل، بدون ما يلقح النخل، بدون تلاقي ذكر وأنثى من النخل، طلع زي ما انت بدون تلاقي ذكر وأنثى حملتي، وزي ما حملك جه على طول، ممكن في كثير من الأقوال أنها لم تمكث 9 شهور، أهو النخلة دي برضو في ثواني طلعت الرطب وأسقطتها عليكي. الله قادر يا جماعة، السورة كلها معجزات، نبي بيتكلم في المهد، في المهد، طب أحماله الصوتية وعضلات الحنجرة، طب إزاي؟ الله قادر سبحانه وتعالى، نبي يترمي في النار ويطلع منها سليم، إزاي؟ الله سبحانه وتعالى قادر، نبي يرفع في السماء، الله سبحانه وتعالى قادر. يبقى سورة مريم يا جماعة سورة هو علي هين، سورة بتطمعك في ربنا. انتوا عارفين يا اخواني، يعني الواحد بيحاول يرتب حياته، يعني بقالي سنين بحاول ارتب حياتي، بحاول، والحياة مليانة تفاصيل عشان تدير حياتك وتعرف ان الموضوع ده بتاع يوم السبت الفجر، انما النقطة دي يوم الحد الظهر، انما النقطة دي في النص ساعة اللي قبل العصر، وفي الاخر الاخ خالد اللي يعني اللي رزقته من شهر كده، الاخ خالد ده علمني والله يا اخواني اجمل سياسة في حياتي. الواد ده اول ما يحتاج اي حاجة يعمل ايه؟ ما شاء الله لا قوة بالله، يوم فتح بقه تلاقي نص وشه بقى بق ويصرخ، انا من يوم ما اتولد ما بظبطش منبه لقيام ليل، اللهم لك الحمد، من يوم ما اتولد انا بنام متوكلا على الله. هتصحى يعني هتصحى، اول ما يحتاج اي حاجة يعيط، ده البيت كله يتقلب، ممكن يكون بيعيط عشان جعان،
ممكن يكون بيعيط عشان نملة قرصته، ممكن يكون بيعيط لانه متضايق انه نايم محدش شايله، ممكن يكون بيعيط ما انتش عارف بيعيط ليه. ولازم تعرف ولازم البيت كله يكتشف والبيت كله يتقلب. قلت الله، طب ما تخليك ذكي يا جدع انت، بدل ما تقعد تخطط طب ما تعيط انت كمان، ما تعيط، اقف بين ايدين ربنا وعيط. كل ما تحتاج حاجة عيط. والله يا اخواني اروع سياسة في الحياة سياسة عيط. ابكيله كل حاجة، بمعنى كل حاجة. بص، كل حاجة دي كلمة تشمل كل شيء في حياتك، كل تفاصيل وكليات وجزئيات ومجملات حياتك، كل شيء. عيط لربنا. تعرف تعيط لربنا؟ سورة مريم، انا لا انسى تعليق احد من فسر الصورة وهو مذهول، بيقول انا كنت ابص للصورة وانا صغير مذهول، ايه المعجزات دي كلها؟ شكل الصورة ده تزرع اليقين في قلبك. لماذا عاملهم الله بلا اسباب؟ ربنا عامل دول بلا اسباب ليه؟ لانهم عاملوا الله بلا اسباب، لانهم ارتقوا في اليقين الكامل. فربنا عاملهم ربنا عاملهم بمعاملة غير البشر، لانهم عاملوا ربنا بمعاملة غير البشر. قضية كبيرة قوي. النقطة اللي بعد كده، طيب يا عم يعني ربنا ولايته جميلة وربنا حبه جميل وربنا سبحانه وتعالى اصطفاؤه جميل، طب ازاي كيف يتولاني الله؟ كيف؟ ما هي السورة بتقولك ربنا عمل للصالحين ايه والصالحين عملوا عشان ربنا ايه. نقطة مهولة يا جماعة، نقطة عملوا عشان ربنا ايه. مش بقول لكم انها نازلة قبل هجرة الحبشة عشان بعد اسابيع او شهور يتقال للصحابة سيبوا مكة، سيبوا تجارتكم، سيبوا اوضاعكم المستقرة، سيبوا اهلكم، سيبوا دنيتكم وهاجرم. اللي مراته لسه كفرة يسيبها، اللي ولاده ما اسلموش يسيبهم، اللي امه وابوه كفرة يسيبهم. سيبوا اوطانكم وروحوا عيشوا وسط ارض الغرباء البعداء، عيشوا فيها سنين، اعبدوا ربنا لحد ما ربنا يفرج علينا بيئة ايمان يمكن لنا فيها وهي المدينة المنورة. يا اخوانا انا عايزك تتخيل معايا كده، الصحابة اتربوا على معاني شكلها ايه. سيدنا زكريا واحد عنده 90 سنة وواقف يقول رب اني وانا العظم مني، واقف يصلي ولسه له 30 سنة كمان قبل ما يموت. سيدنا زكريا نشر بعد 30 سنة من الموقف ده في ذات الله من اجل كلمة الحق. سيدنا يحيى اللي عايش في الصحراء، عايش على العسل البري وعلى الجراد، عليه السلام. سيدنا مريم يعني عليه السلام، سيدنا مريم دي يا اخوانا اللي تسمى باسمها الصورة، سيدنا مريم التي سمي باسمها الصورة. انت عارف يعني ايه؟ يعني من وسط العمالقة زكريا وعيسى ويحيى وابراهيم وموسى وادريس، من وسط العمالقة دول مريم هي اللي تحط اسمها على الصورة. معناه ان مريم ايه؟ معناه ان اي مستوى ايماني وصلت له هذه المرأة، وصلت له هذه المؤمنة بالله سبحانه وتعالى، اي مستوى. لما تشوف سيدنا عيسى، سيدنا عيسى اخوانا استحمل عشان ربنا ايه. سيدنا عيسى لما كان يصرخ في اهل القدس يا اورشليم يا قاتلة الانبياء وراجمة المرسلين، معناها انه شاف انهم عملوا ايه، عملوا في الانبياء ايه، عملوا في سيدنا زكريا وسيدنا يحيى ايه، ومع ذلك اشتغلوا. سيدنا ابراهيم جه في بلد الكلام عن ربنا جريمة يعاقب عليها القانون بالاعدام حرقا، الكلام عن ربنا. يعني انت الوقت مثلا ممكن يكون في حاجات لو انت عملتها يحصل اصطدام مثلا باهل الباطل او بالظالمين. سيدنا ابراهيم كان مجرد الكلام عن الله معناه الاعدام، انت متخيل؟ سيدنا موسى بعده كان الحاكم بيقول انا ربنا ولا هذو بالله. يعني انتوا متخيلين الواقع الذي عاش فيه هؤلاء؟ انتوا متخيلين واستحملوا عشان ربنا ايه؟ سيدنا ابراهيم ساب الدنيا كلها واعتزل، واكتر واحد لف الارض عشان ربنا. سيدنا مريم انتبثت من اهلها مكانا شرقية، سابت الناس عشان تتفرغ لعبادة الله. عشان كده الصورة مليانة تضحيات، الصورة مليانة مجاهدة في ذات الله. عبادة التضحية وعبادة المجاهدة اللي معظم الملتزمين والملتزمات لا يعبدون الله بها، ودي العبادات اللي فتح ربنا بيتنزل تنزل على اصحابها. عبادة التضحية وعبادة المجاهدة، انك انت تتعب عشان توصل لربنا، انك تضحي عشان توصل لربنا سبحانه وتعالى.
القضية الوقتي ان يعني قبل ما ندخل بقى في يعني اخطر نقطة تهمنا الوقت في سورة مريم، وهي علاقة الصورة بالواقع اللي احنا فيه، الرسائل اللي الصورة بتبعتها لنا. عايزين نتكلم عن نقطة واحدة وهي اسباب الاصطفاء. سورة مريم بتتكلم عن اسباب الاصطفاء. يعني ايه اسباب الاصطفاء؟ اشمعنى دول اللي ربنا اختارهم؟ وهبي جميل، في كسب يعني في حكمة ايه اشمعنى دول؟ يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقولك على سيدنا اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا، يبقى ربنا لما بيختار اهل الاخلاق، يبقى في سبب للاصطفاء. لما ربنا قبل ما يقول وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون يقول قربناه نجية، يبقى عبادة المناجاة هي اللي فتح عليه بعدها. لما ربنا مع سيدنا موسى يقول واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، يبقى اللي اخلصوا قلوبهم لله هم اللي بيصطفوا. لما ربنا يقول مع ابراهيم واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا، يبقى اللي بيوصلوا المقام التصديق الكامل واليقين الكامل اللي ربنا بيصطفيهم. لما السيدة مريم ربنا يقول واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، اعتزلت الدنيا من اجل العبادة، فارسلنا اليها روحنا. اختارت الله على كل شيء فاختارها الله على كل شيء. فمن اختار الله على كل احد اختاره الله على كل احد، ومن صفى قلبه لله صفى الله له، ومن كدر قدر عليه ولا يعوذ بالله. يبقى دي قواعد يا جماعة. ربنا بيصطفي مين؟ ذكر رحمة ربك عبده ايه؟ زكريا اي كثير الذكر. فلما اكثر من ذكر الله ذكره الله برحمته سبحانه وتعالى. يبقى قضية مين اللي ربنا بيصطفيهم؟ مين اللي ربنا بيختارهم؟ مين اللي ربنا مع سيدنا ادريس واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا؟ نفس القضيه يا جماعه، نفس القضيه. اولئك الذين انعم الله عليهم، جميله قوي دي، قوي. اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم ومن حملنا مع نوح. في الاخر كل ده يا رب اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا. عارف يعني خر؟ يعني زي واحد اترمى من البلكونة فقد القدرة في السيطرة على جوارحه، يعني انهار ساجدا، مش لا اراديا، من كمية الانفعال بجلال الله اللي في قلبه خر سجدا وبكية. شكاية سيدنا عمر لما كان يسجد كان يبكي، يقول يا عمر هذا السجود فأين البكاء؟ أين البكاء؟ خر سجدا وبكية. يبقى اللي هيحقق المقام ده ربنا هينعم عليه، يبقى اللي هيعامله ربنا صح، ربنا هيعاملهم هذه المعاملة. يا جماعة صراحة يعني كما قيل سورة مريم، الكلام ده ما بتشرحش يا جماعة، الكلام ده ما بتوصفش. سورة مريم دي علاقة هائلة ما بين ناس ليس في قلوبها إلا الله وما بين ربنا. سورة مريم دي ناس عاشت عشانه وربنا غمرها بعطاءاته، ناس عملته بلا اسباب وربنا ادها معجزاته، ناس حبت ربنا بكل ذرة في كيانها وربنا ملأ حياتها بالحنان والرحمة والحب والود والحفاوة في كل لحظة في حياتهم، ناس تولاهم الله، ناس اصطفاهم الله. ربنا جايب لنا القصص دي عشان نتفرج عليها ونحطها في متاحف ونقعد نبص كده، نبص لمون قدامها ونقول سبحان الله. عليه الصلاة والسلام ربنا ادانا الصور دي عشان نقتني بيها، عشان يقول لنا اللي عايز يبقى معهم في الجنة يمشي على الطريق بتاعهم. ونستكمل بعد اذان العشاء باذن الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، قلنا سورة مريم أحداثها حصلت سنة كام يا جماعة؟ صفر ميلاديا. الوقت ده اللي كانت الامبراطورية الرومية ماسكة اربع تخماس العالم، الوقت اللي كان الضلال مستشري فيه في الكرة الارضية، هو اللي حصلت وقائع الاحداث دي. في الوقت ده يا جماعة كان في حاجتين، اول حاجة ان الواقع مستفز جدا، اهل الباطل مضطهدين معذبين مطاردين زي ما انتوا شايفين. يعني الوقت ان شاء الله لو لحقنا نتكلم في ترابط الصورة، اول نبي سيدنا زكريا مات ازاي؟ قتل بالمنشار. تاني نبي في الصورة سيدنا مين؟
يحيى ذبح. ثالث نبي في الصورة سيدنا عيسى، حكم عليه بالإعدام صلبا وربنا نجاه سيدة مريم. رابع نبي في الصورة سيدنا إبراهيم، حكم عليه بالإعدام حرقا وربنا سبحانه وتعالى نجاه. خامس نبي سيدنا موسى، وسيدنا موسى فرعون أصدر حكم مباشر بإعدامه وربنا نجاه. سادس نظروني أقتل موسى. سادس نبي سيدنا إسماعيل، سيدنا إسماعيل كان يذبح أصلا، يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى أرى إبراهيم رؤيا أنه يذبحه وكان يذبح في ذات الله. يعني أنا عايز أقول لكم إن الأنبياء دول كانوا عايشين في واقع شكله إيه. الأنبياء دول كانوا عايشين في واقع في غاية الخطورة، وكانوا شغالين في الدعوة، وكانوا يبطلوا الشغل في الدعوة عشان العشر حملات اللي عملناهم قبل كده في الدعوة الى الله. حملة مش قادر اسكت، وحملة ضوء طعم السعادة، وحملة مفيش بديل، وحملة فرسان الدعوة. عشان ناخد بالنا يا جماعة من الكلام اللي انا قلت لكم فيها، مفيش بديل. لو ما نجحناش في الدعوة والتربية والاخوة والعبادة مش هننجح بعد كده في حاجة. يا عم ما حدش يقدر يقول ان الجهاد ليس هو السبيل الاعظم لنصرة الدين، ولكن النبي جاهد بعدما نجح في الدعوة والتربية. لازم الاول يطلع رجالة متربيين نازلين الواقع. لازم الاول يا اخوانا ناخد الطريق صح. ادي الطريق اهو مرسومه، وعاشوا في واقع في غاية الخطورة، ووجههم الظالمين واهل الباطل. ومش بس كده، عاشوا في واقع في غاية الفساد يا جماعة، في غاية الفساد. يعني اما راقصات الملاهي الليلية لهم صلات بالملوك، ويذبح الانبياء من اجل هؤلاء والعياذ بالله، يبقى معناه ايه؟ يبقى انت عايش في مجتمع شكله ايه؟ ما تقوليش بقى مواقع اباحية وكليبات وبتاع وكلام فاضي. يا اخوانا الانبياء كانوا في واقع رهيب، ومع هذا ركزوا في الدعوة وقاتلوا من اجل الدعوة، وربنا فتح ليهم القلوب بهذا المنهج. دلوقتي يعني بعد 25 يناير كان الكلام في الدعوة كلام يعني كأنك تؤذن في ملطة، كأنك تؤذن في مالطا. لو قلت كلمة في السياسة البلد كلها تقف لك كده، تلاقي ودانهم وقفت وترطقت كده، ناقص تطلع دخان وهم مركزين معك كده. اي كلمة في السياسة مهما كان تتكلم عن ربنا وقلبك يتحرق، محدش عايز يسمع، محدش عايز يسمع كلام عن الجنة والنار. كان الحل مش ان كثير مننا يستسلم ويترك الدعوة ويشتغل فيما يطلبه المستمعون، الحل ان احنا كنا نقاتل من اجل الدعوة الى الله زي ما الانباء عملوا في هذا الواقع. يبقى في فلسطين المحتلة، في القدس المحتلة حدثت هذه الاحداث. يبقى اذا الصورة رسالة يا جماعة، رسائل للنبي وللصحابة في الواقع بتاعهم ولينا في الواقع بتاعنا. رسائل للصحابة، رسالة للصحابة بتقول لهم ايه؟ اول رسالة للصحابة في الصورة، اوعوا تكفروا بالمنهج بتاعكم. اللي هي رسالة للاخوة دلوقتي، اللي هي رسالة للاخوة والاخوات دلوقتي، اوعوا تكفروا بالمنهج بتاعكم. اوعوا لما تلاقوا اهل الباطل بيتجبروا تكفروا بمنهج الدعوة والتربية ومنهج الاصلاح، وانك لازم وسط الضغوط تنجح الاول في الدعوة والتربية، بعد كده ربنا يأذن لك بجهاد الظالمين. ولكن لازم الاول تنجح في الدعوة والتربية، يعني لازم الاول تتبين هذا المنهج العظيم وتنجح فيه. لان في احيانا الناس في وسط الضغط بتكفر بالمنهج بتاعنا. لا، عشان كده وانتوا شايفين سيدنا زكريا في اول قصة قاعد في الصومعة بيصلي، شايفين السيدة مريم قاعدة في الصومعة بتسبح، وشايفين اوعوا تفتكروا ان الدنيا بره كانت هادية والشوارع فاضية. ده انت لو بصيت من الشباك قلبك هيقف، لو بصيت من شباك الصومعة ده هي على الاحداث اللي كانت بتحصل بره والواقع اللي بره قلبك هيقف. ومع هذا احنا لينا خط سير لازم نتسلح بيه ونتعصب بيه، وبتمر الايام وبيثبت ان هو ده الكلام الصح وان هو ده الكلام المظبوط. ما تستناش بقى تدفع 20 سنة من عمرك تجارب عشان ترجع تقول والله كان هو ده الطريق. صدق الصور والقرآن من الاول، وامشي وراء القرآن من الاول. ما تعملش زي كثير من ابناء التيار الاسلامي الان، يبص للواقع ويتخيل بدماغه حل وبعد كده يلوي اعناق الايات عشان تقول ان الحل بتاعه هو الصح. لا، انت بص للقرآن، شوف القرآن بيقول ايه، وبعد كده انزل الواقع وانت موقن بيه وانت مؤمن بيه. احنا بدأنا الدرس ده بكام يا جماعة؟ احنا الدرس ده بادئينه 30/6 يا جماعة. احنا بادئين الدرس ده بكام؟ بكام واحد؟ بادئين الدرس ده في ظروف شكلها ايه؟ الوقت بفضل ومنة الله، شوف قد ايه على النت، وشوف قد ايه في الدرس، وشوف اثر الدرس بفضل الله حتى بره.
يعني وشوف بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى يا اخوانا لا نيأس من طريق دعوة التربية. انا لما بشوف ثمرة الورش وثمرة تحفيظ القرآن وبتقابل مع الاخوة فرديا وبطلع على الجهد اللي الاخوات بيعملوه وبشوف الجهد اللي الاخوة والاخوات على النت بيعملوه انا قلبي بيرقص فرحا. في فعلا ناس بتتربى، فعلا ناس بتطلع، فعلا الناس بتؤمن. يبقى لازم تنجح في دي وربنا يستعملك في اللي بعدها، انما الاستعجال لن يؤدي الى شيء. ودي الرسالة التانية، رسالة لسيدنا محمد بقى، والان هي رسالة للعاملين لدين الله. سيدنا زكريا يا جماعة فاهم، سيدنا زكريا نبي عنده فهم الانبياء، نبي يبهرك بفهمه. انا بحس في شخصية سيدنا زكريا ان راجل الدين لما بيبقى فاهم بيبقى حاجة حلوة قوي، بيبقى رحمة للطلبة اللي بيقعدوا يسمعوا له بدل ما يضيع لهم عمرهم. لان في واحد ممكن يوجه طالب يضيع له عمره وهو مش عارف بيوجهه في ايه. وفي واحد زي سيدنا زكريا، اول قصة قصة زكريا، بعد كده قصة يحيى، بعد كده قصة مريم، بعد كده قصة عيسى. حد يقدر يقول لي ايه الرابط بين الاربع قصص دول؟ حد من الشباب بتوعنا يقول لي ايه الرابط بين الاربع قصص دول؟ زكريا هو المربي، والتلاتة اللي بعد كده طلبة ربوا عنده، تلامذته يحيى وعيسى ومريم، دول طلبة سيدنا زكريا. فربنا جاب المربي في الاول وبعد كده جاب الانبياء، عيسى ويحيى مربي رب انبياء. اخوانا ربنا سبحانه وتعالى جاب ثمرة التربية بتطلع، التربية بتطلع انبياء يا جماعة، التربية بتطلع ناس ربنا يعمل لها معجزات ويغير لها السنن. التربية عملت طفرات في الواقع حتى لا نكفر بهذا المنهج. فسيدنا زكريا بشخص الواقع صح، فبيقول ايه؟ بيقول رب اني وهن العظم مني والشعر الرأس شاب، انا رب ما هوش قادر اشيل، ولو شلت النهاردة مش هشيل بكرة، واني خفت الموالية من ورائي. سيدنا زكريا فاهم الواقع، ساعات بيبقى واحد بيدعو بس متدروش، سيدنا زكريا فاهم الواقع، الناس دي يا رب مش هينفع تشيل، الناس اللي ورايا لو انا مت هتخربها هتخربها، مفيش الصدق الكافي ولا الفهم الكافي للدين. طب الحل ايه؟ هب لي من لدنك وليا، اديني ابن. يا تعالى مراتك ما تحمل، وعلى ما الابن يتولد، وعلى ما الطفل يكبر، ده انت قدامك 30 سنة يا زكريا. انا مستعد اصبر 30 سنة بس ابقى ماشي صح. عشان كده دي رسالة للنبي عليه الصلاة والسلام، اوعى تستعجل. الاستعجال ضيعنا قد ايه، الاستعجال دمرنا قد ايه، الاستعجال دمر مسيرة الحركة الاسلامية قد ايه. سيدنا زكريا راجل دين فاهم، واحد بيربي وهو فاهم يعني ايه تربية، واحد بيصلح في الواقع وهو فاهم الواقع وهو عارف. بيقول لك هبلي من لدنك وليا، ما قالوش يا رب هبلي 100,000، قال له انا عايز واحد. واحد ليه؟ اصل يا رب القضية ما عادتش عدد، الملتزمين والملتزمات بقوا بالكوم، القضية مش عدد، القضية ان الطار الاسلامي يفتقد الى قادة. اديني واحد اربي تربية قائد يقود الواقع ده كله للانقاذ يا رب. سيدنا زكريا فاهم يا اخوانا، وفاهم ان الموضوع محتاج وقت، وبيقول لك اني خفت الموالية من ورائي. يعني ايه؟ يعني دارس الحركة الاسلامية وفاهم كويس قوي، فيها كوادر تشيل لو الصف الاول مات ولا ما فيهاش كوادر تشيل. واحد بيخطط لبعد موته، مين فين النموذج ده دلوقتي؟ فين النموذج اللي مش مشغول بنفسه في الدين ومشغول بالدين بعد موته؟ جولدمائر حطت خطة اسرائيل وهي عند 14 سنة، تيودور هيرتزل حط خطة بناء دولة اسرائيل ومات قبل ما يشم نفسها بخمسين سنة. اخوان عشان كده موشى ديان لما قالوا له ان النبي محمد عليه الصلاة والسلام بيقول ان الحجر هينطق عليكم، قال له انا مصدق هذا الكلام، ولكن لا احنا اليهود اللي الحجر هينطق علينا، ولا انتوا المسلمين اللي الحجر هينطق عليكم، ده احنا ناس من التجرد بنرسم خطة الخمسمية سنة قدام واحنا عارفين ان احنا مش هنشوفها، وانتوا عايشين لنفسكم، قاعدين تهقوا في الشهوات والملذات، قاعدين تجروا ورا الدنيا وتعبدوها، انتوا اللي الحجر ينطق عليك ليكوا، واحنا اللي ضحينا بعمرنا عشان عقيدتنا اللي الحجر ينطق علينا. سيدنا زكريا نبي بيخطط للدين، اني خفت الموالية من ورائي. يبقى اذا بعد ما موت يبقى لازم اربي جيل عشان لما موت الجيل ده يشيل بعد موت. شايفين التخطيط؟
سيدنا زكريا لما راجل الدين يبقى فاهم وهو بيحط خطة التربية من قبل ما يبشر بيحيى اصلا بيقول يرثني ويرث من ايه؟ من آل يعقوب. هخليه ياخد مني ومن غيري يا رب، مش هقفله عليا بس يا رب، مش هقفله عليا، مش هقول له احضر درسي وما تروحش درسي ودعاء تانيين، مش هقول له الجماعة دي وما لكش دعوة بجماعات تانية، انا هفتحه في الواقع، هفتح له افقه على كل الخير اللي في الواقع يا رب. مش التعصب اللي دمر الحركة الإسلامية والخلاف والتنازع اللي دمر الحركة الإسلامية. كنت لسه بقرأ في اجتياح التتار لبخارى وقلبي يتمزق لما الأمة تمزقت وتفرقت، ربنا صلت عليها التتار عملوا فيها ايه؟ بخارى بلد البخاري، لما التتار حصروها اتقسم الناس، نقاتل ولا نفتح لهم الأبواب؟ المعظم قال نفتح الأبواب، عايزين نعيش، عايزين نربي العيال، عايزين نعلف البهمتين، عايزين نجوز البيت، عايزين نشوف مستقبلنا. وشوية قلة قالوا احنا لازم نقاتل، هنعتصم بالحصن بتاع المدينة، ودخلوا القلعة بتاعت المدينة. دخل طبعا التتار حصروا القلعة لحد ما دبحهم اللي معتصمين فيها، وبعد كده الناس بقى اللي خنعت مسكوهم دبحوهم واختصبوا النساء قدام ازواجهم وقدام اولادهم، وولعوا في المساجد والمدارس، وولعوا في البلد، وخدوا كل فلوس البلد، ودبحوا اهل البلد، وخربوا البلد، وخربوا البلد. كل ده ليه؟ وبعد كده كملوا بقى على بلد من بلاد العالم الاسلامي. كل ده عشان الفرقة، عشان التمزق، عشان التنازع. فبيقول يرثني ويرث من آل يعقوب. لما راجل الدين يبقى فاهم، لما يبقى في ناس فاهمة دين وهي بتشتغل، مش حماس وبس، مش حرايق وبس، مش ولع وبس، فاهمين تربية، فاهمين توجيه، فاهمين ده عشان يبقى راجل محتاج ايه. لما يطلع موجهين فاهمين وطلبة مضحين، مش اول ما الاخت يتقدم لها الاخ عليه العوض لعود تشوفها، واول ما تشيل عيلين كل دينها ضاع. مش اول يا اخوانا، عايزين سورة مريم نستفيد منها في ديننا، نستفيد منها صلابة لديننا. يبقى سورة مريم رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم الاستعجال، ورسالة للنبي صلى الله عليه وسلم بان في خط سير زي سيدنا زكريا لما كان شغال في التربية قبل ميلادون كولية، وشغال في الدعوة خرج على قومه من المحراب. سورة مريم رسالة للأخوات، رسالة للصحابيات. لما يا جماعة المرأة اللي في الصورة هي اللي تسمى باسمها الصورة، سيدة مريم دي يعني أتت به قومها. شوف أسد داخل، أتت ديت زي الريح كده لما تأتي، أسد نازل، يعني بطلة بتواجه الواقع كله لوحدها. سيدة مريم قالت كلمة لسيدنا زكريا هو من عند الله، قلبت حياة سيدنا زكريا بيها، وبعد كده توجه إلى الله بيحيى، وصارت الأمور كما تعلمون. سيدة مريم ده يا جماعة يعني بطلة، بطلة. دي تلميذة من تلميذات سيدنا زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب كلما صغت إيه؟ استمرار. يعني معلان سيدنا زكريا كان مربي بيتعهد الطلبة بتوعه باستمرار. طب سيدة مريم كويسة ومجتهدة في الدين، انت مالك بقى سيبها بقى مجتهدة؟ لا، ده المربي اللي فاهم يتعهد الاخ النشيط اكتر من الاخ الكسول، لان الاخ النشيط ده اللي لو تعهد ده اللي بجد هيطلع من وراه ثمرة. فسيدنا زكريا مربي فاهم تربية عليه الصلاة والسلام، عليه السلام. فالصورة رسالة للمرأة، انتوا مش قليلين في الوقت الرهيب ده، محتاجينكوا يا بنتي في الوقت الرهيب ده. الصورة اتسمت مريم عشان تقول للنساء انت ليكي دور لا يقل عن الرجال. ما هو لو كل واحد جه هاجر الحبشة مراته قالت له لا ما سيبش اهلي كانت باظت، كانت خربة. يبقى لازم المرأة دينها يعلى. هو كمان انا حزين على كل واحدة قاعدة معانا تحت وجوزها قاعد في البيت قدام التلفزيون، انها ما قصرتش في جوزها ان يجي. حزين على كل واحدة قاعدة تحت وولادها ما بيصلوش، انها ما قدرتش تكافح عشان اولادها. حزين على كل واحدة قاعدة تحت وما قدرتش انها تكافح عشان بيتها يبقى مملكة دينية، كل الجو اللي فيه السائد ديني. حزين على كل واحدة كانت معانا وفقدناها لما اتخطبت ولا خلفت ولا اتجوزت وما عرفتش تعمل خط احمر لعلاقتها ببيئة الشحن وبيئة الايمان في حياتها. حزين يا جماعة، حزين على اوضاع الاخوات، حزين على اوضاع النساء الملتزمات، حزين على مستواهم في فن الدعوة وهم مش قادرين ينزلوا للمتبرجات والبعاد عن دين ربنا. حزين لما كل ما يدخل واحدة لبسها في مشاكل المسجد
نظرات نارية تصوب لها من المنتقبات كأنهم هيولعوا فيها ويحرقوها. حزين على مستوى أخواتنا. نفسي أشوف بطلات عايزين يخرج منهم سمية، عايزين يخرج منهم أم عمارة، عايزين يخرج منهم أم سليم، عايزين يخرج منهم بطلات يقودوا الواقع الإسلامي ويقودوا الإنقاذ في هذا الوقت. سورة مريم رسالة من آخر الرسائل اللي فيها بتتكلم عن ثلاث أطفال، طفل اسمه يحيى أتيناه الحكم صبية، طفل اسمها مريم انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، كان عندها 13 سنة، طفل اسمه عيسى وهو في المهد بيقول جعلني مباركا أينما كنت. دول أطفالنا. السورة بتقول لكم ربوا عيالكم، ربوهم صح، بل ربنا بيقول ووهبنا له من رحمتنا أخاه كان يأمر أهله. بتقول لكم ابن أسر ملتزمة، ابن أسر مسلمة، كل واحد وكل واحدة لازم يبقى أسرة مسلمة، أسرة سليمة. لازم الناس تنبهر بينا يا جماعة. أما تلاقينا أسر ناجحة اجتماعيا، ناجحة في الحب والعاطفة، ناجحة في التواصل، ناجحة في تربية أولادها، ناجحة في التزام الرجال والنساء، أسر مش أفراد. عشان كده الصورة فيها سيدنا إبراهيم وبيدعو أبوه، اوعوا تنسوا أهاليكم الغير ملتزمين، اوعى تنزل جولات في الشارع وانت اخوك قاعد قدام موقع اباحي في البيت سايبه. مش بقولك ما تنزلش الا لما تكلمه، انزل في الشارع وكلمه. اوعي تنطلق في الدنيا ووالدتك لسه قاعدة تختبي الناس 20 ساعة في اليوم وتتفرج على القنوات العادية. لازم زي ما لينا جهد في الدعوة برا البيت يبقى لينا جهد في الدعوة جوه البيت. القصة كبيرة والموضوع كبير جدا، والصورة يعني عظيمة، والصورة محاورها كتير. اخر نقطة معانا قبل ان نختم اللي هو ترابط الصورة. قلنا الرابط ما بين الانبياء دول ان كلهم اتعرضوا للقتل، قلنا الرابط ما بين الانبياء دول ان كلهم عاشوا في مراحل رهيبة ولكن صمدوا، قلنا الرابط ما بين قصة زكريا وقصة يحيى ومريم وعيسى بعدها ان دول التلاتة طلبة بتوعه. طلع يحيى مرتبط بآيات الله القرآنية، خذ الكتاب بقوة. طلعت مريم مرتبطة بآيات الله الكونية، انتبذت من أهلها مكانا شرقية مشاهد الشروق. طلع عيسى مرتبط بالدعوة إلى الله، جعلني مباركا أينما كنت. دي ثمرة التربية السليمة، دي ثمرة الانفتاح التربوي، إن الناس ما تطلعش استنباط. الجماعات الإسلامية بتخرج استنباط، تقابل أخ في الجماعة الفلانية في مدغشقر وتقابل أخ في نفس الجماعة في باريس، الاتنين نفس الكلام نفس الافعال، استنبا نول وبيتنسج عليه. انما التربية السليمة بتاعت الانبياء ما كانتش بتخرج استنباط، كانت بتخرج نماذج متنوعة، كانت تخرج ده يطلع داعية، ده يطلع بتاع اعمال خيرية، ده يطلع بتاع تربية اطفال، ده يطلع بتاع عبادة وصيام وقيام، ده يطلع بتاع جهاد في سبيل الله، ده يطلع عالم في القرآن والحديث، ده يطلع بتاع دعوة شبابية، ده يطلع بتاع معسكرات شبابية، ده يطلع بتاع جولات، ده يطلع بتاع كلمة حق في وجه ظالمين. يبقى التنوع، لو ما حصلش تنوع يبقى التربية دي فيها مشكلة، يبقى التربية دي تربية استنباط. لو ما حصلش هذا التنوع، سورة مريم جاية بعد سورة الكهف، سورة الكهف سورة كلها حركة، سورة مريم سورة كلها محاريب، كأن عشان تتحرك وتستمر لازم يتشحن قلبك بالإيمان. سورة هتشحن قلوبنا بالإيمان يا جماعة. التفاصيل الحقيقة كتير جدا، صعب ان احنا نستقصيها كلها، ولكن احنا مشينا على المنهج بفضل ومنة الله اول مرة، ويكفي هذا نجاحا. في الصورة اللي ذكر فيها اسم الرحمن 16 مرة، يعني لو ما عرفتش اسم الرحمن من هذه الصورة مش هتعرفه من حتة تانية لو ما فهمتوش هنا. الصورة اللي النص الاولاني منها بيتكلم عن عطاءات الله لأوليائه، والنص التاني بيتكلم عن عقوبات الرحمن لأعدائه. الصورة ديت بين ايدينا اهي، ربنا فتح لنا اهو، ربنا رزقنا فتحة المصحف اهو، ربنا اكرمنا ومن علينا اهو يا جماعة، اللهم لك الحمد. قدامنا زي ما قلت لكم الخطة ان النهاردة كان هيبقى المقدمة، واتكلمنا قدر الواسع عن المقدمة. طبعا في حاجة كتير جدا 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 في التعريف بالصورة، ولكن انا مش هقدر ادي الصورة في 20 مرة. يعني انا ملتزم ان زي ما بقول لكم انا عايز ادي اضاءات سريعة كده بحيث ان القلوب ترتبط بالتفسير، وبحيث انك لما تروحي النهاردة تصلي قيام ليل بصورة مريم تقدري قلبك يعيش معاها، والمجهود الباقي عليكم. هنعمل ايه بقى يا جماعة ان شاء الله باذن الله؟ الصورة نفسها الخطة المبدئية والله اعلم هو الذي يسيركم، الخطة المبدئية انها 5 مرات ان شاء الله باذن الله، هتخلص على 5 مرات، وفي مرتين استثنائيتين في النص.
مش هقول لكم الوقت هيبقوا وقفات مع ايه، بس هما مالهمش دعوه بالصوره. ايتين في النص لازم هنقف مع الموضوع بتاعهم باذن الله براهم. ايه هتبقى بعد الدرس القادم، يعني الدرس الجاي اللي بعدين ان شاء الله، وايه هتبقى بعد حوالي شهر، ودي هتبقى وقفه من اخطر وقفات حياتنا على الاطلاق، مهمه هنكلف بيها وهتبقى من اخطر وقفات حياتنا باذن الله. الصوره هيتفرج اخواننا على النت بقى، الاسود بتوع النت هيفرغوها فورا باذن الله على موقع طريق لله، والصوره هتتنسق شويه الكلام بتاعها وهتنزل لكم، هتبقى مذكره اللي عايز يشتريها، اللي عايز يشتريها مذكره بقى بثمنها ب50 قرش ولا حاجه، هتبقى مذكره وهتبقى موجوده على النت اصلا. هتاخدوا المذكره دي وتذاكروها مره بمره بقى او مرتين بمرتين، وانتوا اصلا بتذاكروا من تفسير ايه؟ قلت لكم تفسير ايه؟ ابن كثير، ده اللي معتمد عند الوقت. اي مختصر لابن كثير، اي مختصر لابن كثير، مختصر ابن كثير لاحمد شاكر العمده، اي مختصر لابن كثير احنا هنمشي عليه ومش هنخرج عنه ان شاء الله، زائد الكلام اللي احنا شرحناه هنا. بعد ما نخلص الصوره هنعمل امتحان عليها، امتحان شامل للرجال وللنساء وللنت برضه، للشباب والاخوه والاخوات النت. الامتحان هيبقى ان شاء الله باذن الله في جوائز. الجائزه الاولى حتى الان عمره، دي خلاص خلصت باذن الله سبحانه وتعالى، ولا زلنا نسعى ان احنا نزود امر الجوائز كمان ان شاء الله باذن الله، عشان يبقى في ايه حفز، يعني غالبا اللي ممكن يكسبها غالبا يعني ان شاء الله هنحاول انه يطلع معانا في العمره بتاعه شهر واحد اللي هي عمره التربيه 3 باذن الله سبحانه وتعالى. المفروض ان المسابقه هتبقى في فهم الصوره وحفظ الصوره، هتبقى في فهم الصوره وايه وحفظ الصوره. فيعني المفروض يا اخواني ان كان الترتيب ان احنا هنعمل لكم تحفيز قبل الدرس من العصر للمغرب يوم الجمعه للرجال والنساء، ولكن يبدو ان الاخوه اللي يعني قائمه على هذا الامر يعني ايه ما يعني لم ترتب هذا الامر الى الان، فيعني هو اللي خلاص. طب ما قلتليش لانه خلاص. طيب يعني مش انا المفروض اعرف ان هو خلاص؟ دفعوا 50 جنيه. ماشي ان شاء الله ساعتين ونتقابل باذن الله سبحانه وتعالى. في تحفيظ يا جماعه تصدقوا؟ سبحان الله العظيم، صدقوا في تحفيظ وانا ما اعرفش يعني ما فيش مشكله الحمد لله. ان شاء الله باذن الله بكره تكبروا وتعالوا ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. ما فيش مشكله، لازم نصبر يعني انا كلفت الاخوه ان يتعمل تحفيظ قبل درس الجمعه للرجال والنساء بعد العصر، يعني من العصر الساعة اللي قبل المغرب ديت يتعمل فيها تحفيظ لسورة مريم، ويتعمل فيها كمان مجلس تجويد مع باشمهندس علي زيادة، مجلس تجويد لسورة مريم كمان، يعني الرجال ييجوا فوق والنساء ييجوا تحت. عصر الجمعة من أول عصر الجمعة الجاية هيبقى المحفظين والمحفظات موجودين بإذن الله سبحانه وتعالى من أجل حفظ وتجويد سورة مريم، عشان يبقى أنت إيه ماشي في ماشي بالموضوع. خلاص اتفضل. ال خلاص يا اخواني وصلنا لايه دلوقتي؟ وصلنا ان احنا باذن الله سبحانه وتعالى يعني اخواننا هيجوا للتحفيظ بعد عصر الجمعه باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا كده ماشيين في حفظ مريم، ماشيين في تفسير سوره مريم باذن الله سبحانه وتعالى، ماشيين في مذاكرتها، انتوا طول الاسبوع بقى عايشين معاها في قيام الليل، يبقى احنا كده بعد شهر خرجنا بصوره. بعد تخيلوا بقى لو كل شهرين خرجنا بصوره، يعني في السنة خرجنا لنا مثلا بست صور، وقمنا جايين في المواسم زي ما عملنا كده في عشر ذي الحجة، عملنا سلسلة في سورة ايه؟ سورة الحج، قمنا مخلصين سورة الحج وعملنا امتحان عليها في الحفظ، وزعنا جوائز المرة اللي فاتت في الدرس اللي فاتت. تخيلوا بقى لما كل سنة نخرج لها بسبع ثمان صور، تخيلوا بعد ثلاث اربع سنين هيبقى المستوى في العلاقة بكتاب الله ايه؟ يبقى شدوا حيلكم يا اخوانا، شدوا حيلكم، ربنا يسددكم وربنا يفتح عليكم يا رب وربنا يوفاكم. اتفقنا يا جماعة ان شاء الله بإذن الله؟ متفقين؟ ها خلاص بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في القرآن، وأن يفقهنا بالقرآن، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شيخ علي قاسم بيدعوكم في شارع محمد فتحي في مسجد الرحمة يوم الاثنين القادم، عقد مش عارف عقد ايه بقى، تقريبا عقد قران، هيجي فيه دكتور عبد الرحمن الصاوي، الشيخ علي قاسم، الشيخ محمد بسيوني باذن الله سبحانه وتعالى.